مع فلسطين دائما ظالمة أو مظلومة، منهج تتبعه الجزائر كعقيدة، الدفاع عن القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه في إطار مبدأ الدفاع عن القضايا العادلة دوليا. ولتحقيق هذه المسعى يجب بناء البيت من داخله قبل الدفاع عنه أمام العالم أجمع، وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية متسمة بالشرعية الدولية. ومن أجل ذلك تحقق الجزائر اليوم خطوة مهمة لمحاولة لم شمل الفصائل الفلسطينية قبل انفصال مستمر أو بعد انفصال مستمر منذ 15 عاما، خصوصا في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها، حيث يعتبر لم الشمل ورقة تعول الجزائر عليها كمفتاح قبل القمة العربية المقرر انعقادها في الفاتح من نوفمبر، لتكون فرصة من أجل السعي لتحقيق إجماع عربي حول القضية. وعليه، ما هي المفاتيح التي تعول عليها الجزائر لتحقيق المصالحة؟ وهل ستنجح في فك الخلاف السياسي القائم بين الفصائل وتحقيق بند تشكيل حكومة وحدة فلسطينية متسمة بالشرعية الدولية؟ وهل سنرى توافقاً واتفاقاً حول بنود الورقة الجزائرية للمصالحة؟ وهل سيتم تجسيد بيان الجزائر على أرض الواقع؟ هذه الزوايا وأخرى أناقشها معكم في عددنا لنهار اليوم من حصة حديث الساعة، رفقة ضيفي في الاستوديو علي أبو هلال نائب ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أهلاً بك. أهلاً بك. كما يسعدنا نستضيف معي الأستاذ حمزة طيروي رئيس الجالية الفلسطينية في الجزائر. أهلاً بك أستاذ. أهلاً بكم، والشكر من خلالكم لكل الجزائر حكومة وشعباً على اهتمامها والتزامها بكافة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. شكراً لك. كما سيكون معنا الدكتور رائد ناجي محلل سياسي فلسطيني عبر الهاتف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية دعني أبدأ معك أستاذ حمزة، ربما كنت من بين الشخصيات التي استقبلت الوفود الفلسطينية في المطار حين قدومها للجزائر، كيف كانت ملاحظتك لهذه الوفود وكيف كان انطباعها خلال قدومها للجزائر؟ الملاحظة هنا كانت أولا سعادتهم بزيارة الجزائر، وهي ليست معظمهم مش المرة الأولى التي يحضر فيها للجزائر، لكن كان الكل في داخله إصرار على أن يخرج بنتيجة إيجابية تتويجا لما للجزائر من دور تاريخي ولما تحمله الجزائر من رصيد نضالي في المرة في التاريخ الحديث. لا ننسى أن الجزائر هي قلعة من القلاع التي تحررت من الاستعمار الفرنسي وقاومت وحاربت أكثر من 132 عام وأكثر من ثورة في الجزائر، وكانت هي كعبة الثوار، فكيف لا يكون لها مكانة في نفس وضمير كل فلسطيني من المتحاورين. نعم، وهو ربما ما يبرز العلاقة بين الشعبين الجزائريين والفلسطيني والجزائري أقول، وبين حكومتي البلدين وقيادتهما. ربما أعود إليك أستاذ أبو هلال، تنظيمة فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يتقدمها حركة فتح وحماس وحركة الجهاد الإسلامي، كل هؤلاء ربما في حوار يدوم يومين من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق ومصالحة بعد فتور وسوء العلاقات بينهم دامت لخمسة عشر سنة كاملة. هو بالتأكيد طبعا هي الزيارة الحالية اللي راح تدوم لمدة يومين للفصائل الفلسطينية للجزائر من أجل التوافق على أو تقديم الورقة اللي راح تقدمها الجزائر. كل هيتنا بنعرف أنه هاي استكمال لحوارات سابقة على مدار الأشهر الماضية، كانت في هناك لقاءات فردية ما بين الجهات الجزائرية اللي بتتابع عنوان الحوار وما بين كل فصيل من فصائل الفلسطينية على حدة. من خلال هذه اللقاءات الجزائر تطرقت أو المعنيين والمختصين من الأخوة الجزائريين تطرقوا إلى عناوين التوافق وعناوين الاختلاف ما بين الفصائل وبعضها البعض، وحاولوا تقريب وجهات النظر من خلال صياغة وثيقة برؤية جزائرية من أجل تقديمها للوفود الموجودة الآن حاليا على القطر الجزائري لها يومين. هاي الوثيقة بتحمل العناوين اللي من وجهة النظر الجزائرية هي العناوين المخرج
لعناوين الاختلاف ما بين الفصائل وبعضها البعض، وبنفس الوقت تتضمن عناوين التوافق اللي لمستها الجزائر من خلال حواراتها المنفردة مع الفصائل الفلسطينية على مدار الأشهر الماضية. بالتأكيد طبعا بنحمل إحساس كبير بالتفاؤل بأنه راح فعلا الفصائل الفلسطينية الملتقية الآن مجتمعة من الأمس واليوم بالجزائر أنها راح تتعالى على كافة قضاياها الذاتية والفئوية الضيقة وتغلب المصلحة الوطنية العامة، مثل ما حضرتك تقدمت أنه انقسام لمدة 15 يوم كان له تداعيات كان له تداعياته الكارثية على الشعب الفلسطيني، سواء سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا عانى منها الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الأخيرة. تراجعت القضية الوطنية الفلسطينية في العديد من المحافل ومن ضمنها حتى في إطار جامعة الدول العربية، اللي مثل ما تحدث فخامة الرئيس عبد المجيد تبون اللي هو اللي بادر باتجاه الإعداد لهذه المصالحة بأنه يريد أن تكون القمة العربية القادمة المنعقدة بالجزائر هي قمة فلسطين بشكل أساسي، وتكون على أساس وراء جدول أعمالها القضية الوطنية الفلسطينية. نعم. وكان له رغبة عبر عنها بوضوح أنه يريد أن يذهب الشعب الفلسطيني إلى هذه القمة بمرجعية سياسية واحدة، ببرنامج ومشروع سياسي واحد، حتى يستطيع أن يعيد للقضية الوطنية الفلسطينية دورها في داخل المؤسسات جامعة الدول العربية، ويعيد مثل ما تحدث أنت الدعم والمساندة الاقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيني. وعلى الصعيد الدولي أيضا، بمناسبة حديثك عن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال استقباله للرئيس الفلسطيني محمود عباس شهر ديسمبر الماضي، نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى استماع إلى هذه التصريحات ثم نعود بعد ذلك. لن يستتب الأمن في الشرق الأوسط إلا بكيان دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. على هذا السبيل نطمح احنا كذلك ان نقوي الصفوف الفلسطينيه بالوحده الفلسطينيه. وعلى هذا الاساس خذيت الرخصه من اخي الرئيس ابو مازن اننا سنجمع كل الفرقاء الفلسطينيين في الجزائر في اقرب وقت ان شاء الله. ربما تكون مقدمة للوحدة العربية التي نطمح إليها من خلال القمة. نرى أنه من الضروري تعزيز العمل العربي المشترك حول قضيتنا المركزية والأولى، وتوحيد المواقف لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته البسيلة. لهذا ارتأينا ونحن نتأهب لاحتضان القمة العربية المقبلة أن نسعى جاهدين لوضع القضية الفلسطينية في صلب أولويات هذا الحدث الهام، الذي نأمل أن يكون شاملاً وجامعاً وأن يشكل انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. إذن كانت هذه تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون خلال الإعلان عن هذا الملتقى الذي تسري مجرياته اليوم ربما وتختتم في هذه الأمسية. ربما أعود إليك الأستاذ أبو هلال، بصفتك ممثلا لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كيف استقبلتم هذه المبادرة التي أعلن عنها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ بالتأكيد إحنا مثل باقي فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني، يعني جميع أو الكل الفلسطيني استقبل دعوة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بكل ترحيب وبكل مودة وبكل اعتزاز وتقدير لما تحمله الجزائر، وبتفاؤل كبير أنه نستطيع أو من الممكن أنه في الجزائر ينتج شيء، لأنه يمكن في مراحل سابقة من تاريخ العمل النضال الوطني الفلسطيني حصلت بعض الخلافات ما بين الفصائل الفلسطينية وكانت لقاءات التوافق الوطني تخرج من هنا من أرض الجزائر. طبعا هذا نتيجة لسببين، السبب الأول لما تحمله الجزائر من خصوصية
في وجدان وشعور المواطن الفلسطيني، سواء كمناضل أو حتى كمواطن فلسطيني عادي. ويمكن هذا اللي بيعكس التقارب الشعب الجزائر الفلسطيني. والشق الثاني وهو الشق الأهم، أنه الجزائر تاريخيا لم تستخدم الورقة الفلسطينية، لم تتدخل بتاريخها بالمعادلة الفلسطينية وبالشأن الداخلي الفلسطيني، بل على العكس. يعني كنا بنسمع من قيادات سابقة أنه في وقت لما كان يكون في هناك خلافات كانوا يضعوا الأخوة الفلسطينيين، الأخ أبو عمار الله يرحمه، الرفيق جورج حبش، يضعوهم في غرفهم ويقول لهم بدكم تتفقوا، يعني هيك موجودين واتفقوا، والنقاط الاختلاف والنقاط الاتفاق تخرجوا منها متفقين. فهذا الجانب اللي فعلا يعني كان بيحبون التفاؤل والثقة الكبيرة والعالية جدا بالجزائر، وهذا اللي عكست الوفود. يعني جميع القوى لاحظنا منذ بداية الدعوة للاجتماع وزيارات الجزائر اللي بدأت مع مطلع العام، الكل الفلسطيني رحب والكل الفلسطيني توجه باتجاه الجزائر بكل مودة وبكل ثقة، وإحنا ما زلنا يعني على ثقة وما زلنا نحمل تفاؤل كبير جدا انه هذا المساء راح نسمع انه في هناك مستخرج للتوافق الفلسطيني الفلسطيني وحل مع عنوان الاقتصاد، وهو ما نسعى اليه جميعا ربما، وننتظر ان نستمع اليه مثلكم. الاستاذ حمزه، ربما بصفتكم ممثلا للجاليه الفلسطينيه هنا بالجزائر، الشارع الفلسطيني والعلاقه التي تكون بينه وبين الجزائر دوله وشعبا، ربما هذه المبادرة التي ألقي بها من أجل أن تحتضن في فلسطين حكومة وشعبا وسائر الفصائل الممثلة لهذا الشعب، برأيكم كيف ينتظر هؤلاء الفلسطينيين ربما هذه المبادرة، وخصوصا وأن هذا النزاع الذي ربما يعتبر سببه الأساسي سياسيا يؤثر على فلسطين شعبا ودولة بصفة رئيسية؟ بالتأكيد منذ أن حملت الجزائر ورفعت شعار الحوار الفلسطيني الفلسطيني في هذه المرحلة، وكلنا متفائل بأن تعود اللحمة لجناحي الوطن في غزة والضفة الغربية اللي هي المناطق المعروفة رام الله ونابلس وهذه المناطق. هذا التفاؤل كما قلت سابقا نابع من أهمية الجزائر وعلاقتها التاريخية بالقضية الفلسطينية ومختلف الفصائل الفلسطينية وتنوعها. فالجزائر تقف تقريبا في على نفس المسافة من كل الفصائل، كلنا يعلم أن الجزائر ليس لها مصلحة إلا أن ترى الفلسطينيين من فلسطين متحررة والفلسطينيون متوافقون من أجل هذا الهدف. يعني كما الأب يرعى أبناءه أو الأخ وأخوانه، هذه هي العلاقة التاريخية التي تقوم بها الجزائر. وكلنا كنا نتابع حرص الجزائر في تحركاتها، حيث أن الجزائر تحركت بوعي. هناك اتفاقات سابقة لماذا فشلت؟ قامت الجزائر بدراسة ملفات القاهرة، اتفاقي القاهرة ومكة، ولماذا أصيبت هذه الاتفاقات بالعراقيل؟ نعم، الجزائر درست هذه الاتفاقات وقد أدخلتها في الحوار الثنائي ما بينها وبين الفصائل اللي التقت معها، تحديدا حماس وفتح، وتحدثت أيضا مع المحيط العربي والعالمي المؤثر على القضية الفلسطينية أو له أذرع في مع بعض الفصائل الفلسطينية. لذلك نجد أن هناك وفود أو وزير الخارجية الجزائري أو شخصيات جزائرية ذهبت إلى دول المجاورة لفلسطين، ذهبت إلى قطر، ذهبت إلى تركيا، يعني الدول المؤثرة والتي على علاقة مع كافة الفصائل، لي من أجل أن تخرج بحلول
مناسبة وجيدة تحترم الاتفاقات الدولية وكافة خصوصية الفصائل وعلاقاتها. نعم. لأنه همها فعلا هو النجاح. صحيح صحيح. وبالتالي كلنا متفائلين مثل ما ذكر أخي علي، وكما لمست قلت أنه الكل عنده رغبة في الخروج باتفاق، وأعتقد أنه الليلة يكون إن شاء الله هذا المولود إن شاء واللي راح يتم. يعني حتى أنا أعلم تماما أنه المستخرجات هذا الاتفاق لن تترك للفلسطينيين وحدهم، إنما الأخوة الجزائريين كعادتهم راح يكونوا مشاركين في المتابعة حتى المستخرجات هذه ترى النور على أرض الواقع. نعم، وهو كذلك. ربما بالعودة إلى مجريات هذا اللقاء، وزير الخارجية رمطان العمامرة كان قد صرح وأكد بأن جدول الأعمال سوف يشمل الأوضاع الداخلية في فلسطين، دعم المؤسسات والديمقراطية وجمع وشمل الفلسطينيين وجعل القيادة تتحدث بلا منازع باسم مصير الفلسطيني الواحد، ونيابة عن الشعب وكافة التنظيمات والتشكيلات السياسية والفعاليات من المجتمع المدني والشخصيات المستقلة. اليوم الجزائر ربما فازت بمقعد في هيئة الأمم المتحدة، بالضبط في مجلس حقوق الإنسان. ربما هذا الدور الدبلوماسي الذي تلعبه الجزائر وتعطيه ربما تأثيرا خصوصا على بخصوص عفوا القضية الفلسطينية، هل نرى اليوم بأن هذه المخرجات ربما إن كانت إيجابية حسب ما أكده الأستاذ حمزة الآن بأن الجزائر ربما متقاربة من كل الفصائل، يعني هناك ربما مساع وهناك حيثيات يمكن أن نقول بأن لها مردودا على هذه النتائج؟ الدبلوماسية الجزائرية ووزنها على الصعيد العالمي والعربي بإمكانه أن يعطي مع النتائج الإيجابية دفعة للقضية الفلسطينية؟ هو طبعا بالتأكيد، والجزائر هذا الدور تاريخيا تقوم فيه يعني على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي اتجاه القضية الوطنية الفلسطينية، هذا تاريخيا يعني ليس وليد اليوم فقط، بل اليوم هو امتداد للتاريخ السابق المشرق والمشرف بالنسبة للجزائر بموقفها اتجاه القضية الوطنية الفلسطينية. وإحنا بنعرف منظمة التحرير الفلسطينية وأبو عمار الله يرحمه أول من أخذوا إلى مجلس الأمن هو الرئيس المرحوم نعم في وقت هوارب ومدين، كان وزير الخارجية عام 74 عبد العزيز بوتفليقة في ذلك الوقت كان وزير الخارجية في عهد الرئيس هوارب ومدين، والقضية الفلسطينية كانت بتحثو بموقع متقدم جزائريا رسميا وشعبيا على مدار السنوات السابقة منذ استقلال الجزائر لليوم، والمقولة المشهورة للرئيس بومدين نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. اليوم قبل قليل كنا بنسمع حديث لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون عندما يتحدث فخامة الرئيس بأنه الوحدة الوطنية الفلسطينية هي مدخل للوحدة العربية، وكلنا بنعرف أنه الجزائر منذ بداية الإعداد للقمة العربية كانت تسعى لأن تكون هذه القمة هي للم الشمل العربي ومناقشة كل القضايا العربية وفي المقدمة منها والهموم العربية وفي المقدمة منها القضية الوطنية الفلسطينية. فعندما يتحدث بأنه مدخل الوحدة العربية هو الوحدة الفلسطينية، هذا بيأكد على ما يسعى له وتسعى له الدبلوماسية الجزائرية من أن تحظى بموقعها من حضور القضية الوطنية الفلسطينية بهذه القمة. لذلك مثل ما سبق وأشرت بأنه كان توجه فخامة الرئيس بأن يكون الفلسطيني حاضر بالقمة العربية بمرجعية سياسية واحدة، وهذه لا تكون إلا بعد إنهاء الانقسام، لأنه إحنا بنعيش حالة من الانقسام، في هناك حكومة بالضفة الغربية وهناك حكومة برام الله، هذه لها برنامج سياسي ومشروع سياسي وهذه لها برنامج سياسي ومشروع سياسي. إنهاء الانقسام راح يوحد شقي الوطن داخل فلسطين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تذهب إلى القمة العربية القادمة ببرنامج ومشروع سياسي موحد، الأمر اللي ممكن أنه يسهل لمناقشة أي قضايا خاصة بالشأن الفلسطيني، لأن هناك الكثير للأسف من القادة العرب يهربون
من دفع استحقاق ما عليهم للقضية الفلسطينية سواء بالعنوان السياسي أو الاقتصادي تحت طائلة أنه في هناك انقسام فلسطيني فلسطيني. نفس الشيء حتى على الصعيد الدولي. الشق الثاني اللي حبيت يعني أعرج عليه من خلال نقاشك أنت والأخ حمزة رئيس الجالية حول العلاقة الشعبية الفلسطينية الجزائرية، يعني هذه طبعا ممتدة على مدار التاريخ ويمكن خرجت في السنوات الأخيرة بشكل أشمل وأعم، وهذه بالتأكيد يعني إحنا حتى كل إنسان يعمل في المجال العمل السياسي والنضالي بيلمس بأنه البلد العربي الوحيد يمكن من المحيط إلى الخليج اللي بنشعر فيه هناك انسجام ما بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي تجاه القضية الوطنية الفلسطينية. يعني لن تجد موقف أي مواطن فلسطيني لو نزلت لأي مكان في الشارع الجزائري موقفه يختلف عن موقف فخامة الرئيس أو وزير الخارجية أو أي موقف رسمي. الكل مجمع بدعمه وإسناده للحق الفلسطيني وللقضية الوطنية الفلسطينية، وهذا شيء ربما يكون من ضمن الأشياء اللي مهدت وساهمت بأنه يكون في هناك تفاؤل وتفاؤل كبير جدا بأن تكون الجزائر هي المحطة اللي ينتهي فيها الانقسام الفلسطيني. أكيد جدا. أعود إليك أستاذ حمزة، ربما في المبادرات السابقة كان هناك متسع من الوقت، اليوم الجزائر على بعد أسابيع فقط من القمة العربية، مصلحة فلسطين تقتضي بأن يكون هناك لم للشمل، لم الشمل يتبعه مجموعة إجراءات، يعني هذا الوقت الضيق هل يقضي بالضرورة على الفصائل المتنازعة فيما بينها بأن تتحد، وربما يمثل نقطة ضغط حتى تتفق فيما بينها وتذهب إلى توافق ويمكن أن تطرح القضية الفلسطينية بصفة كبيرة وتوافق عربي حول هذه القضية في القمة العربية؟ أخي، ليس فقط قرب انعقاد مؤتمر القمة هو الضغط على الفلسطيني، الوضع العالمي له تأثير كبير على الوضع الفلسطيني، ووضعنا لا نخفيه كل معظم القادة والمسؤولين الفلسطينيين يعلمون تماما إلى أي مدى وصل الوضع الفلسطيني عالميا، وأن الخروج من هذا الوضع هو في عودة اللحمة للقرار الوطني الفلسطيني، وبالتالي الكل يعمل على إنجاح هذا الحوار والخروج بنتائج إيجابية من أجل ليس مؤتمر القمة فقط، إن احنا رايحين على مؤتمر القمة وبس، لا، حتى لمواجهة العالم. لمواجهة العالم نحن ماذا نريد من العرب؟ أن يكونوا معنا ملتفين، أن يصوتوا في الهيئات الأممية مع فلسطين. الجزائر تاريخيا هي مع فلسطين، وفي كل الدورات السابقة للأمم المتحدة أينما وجدت في منظمات حقوق الإنسان في وغيرها. أنا في فترة من الفترات في مرحلة معينة في التسعين كان لي علاقة بموضوع حقوق الإنسان، وتعاملت مع بعض اللجان حقوق الإنسان الجزائرية للعمل في أوروبا من أجل القضية الفلسطينية. وعودتي ودخول الجزائر الآن كما في مقعد في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هو انتصار لنا، صحيح، ومكسب حقيقي لنا، يعني نتقدم من خلاله خطوة إلى الأمام، لأنه الجزائر نعلم أنه كل جزائري بالنسبة له فلسطين قضيته، صحيح، مثل ما هي أي قضية جزائرية قضيته، قضية فلسطين قضيته واهتمامه اليومي. وبالتالي احنا مهتمين يعني فرحين من أجل هذا الموضوع، ونعلم أنه الاهتمام الجزائري لا يقل عن اهتمام أي فلسطيني. نعلم مكانة فلسطين في كل بيت ولدى كل، لا أريد أن أقول شايب أو كبير، لكل طفل في الجزائري كان في القيادة أو في بين أبناء الجماهير وفي الدشرات في الجبال الداخلية. الجزائر هي الدولة الوحيدة عربيا اللي ما أوقفت التزاماتها المالية وتعمل دائما على تقديم كل ما يساعد الفلسطيني في أي موقع، صعيد التعليم، صعيد الاقتصاد، في السياسة الدولية،
لا ننسى أنه كان مجلس وطني فلسطيني تم عقده في الجزائر، يعني ما في مجال أو وقت كافي لتعديد لكل هاي الشغلات، وكل هاي مترابطة. يعني البعض يشكك في دور الجزائر أنه هاي المرحلة، هاي المرحلة مرحلة شعارات، ويلغي ما للجزائر من دور ورصيد سابق. الجزائر بتكمل دور الطبيعي اللي اختارته لنفسها منذ البدايات، منذ ما قبل الاستقلال. يعني الجزائر مرتبطة بفلسطين من زمان. الشيخ الشيخ بن باديس وخطبه والإبراهيمي الله يرحمهم، يعني ما فينا نقعد نعدد. أكيد ربما ما أكدت عليه أن الجزائر ربما وفلسطين، الجزائريين يعتبرون قضية فلسطينية هي عقيدة. لنا مواصلة في النقاش حول هذا الموضوع، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. إذن عودنا إليكم مشاهدينا الكرام. نحن الآن بصدد مناقشة اجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر من أجل محاولة الوصول إلى مصالحة وتوافق يخدم القضية الفلسطينية. أعود إليك أبو هلال، ربما بخلال الإعلان عن هذه المبادرة ومثل ما أكد عليها الأستاذ حمزة خلال الشق الأول من حصتنا، العديد شكك في هذه المبادرة، ولكن أي مبادرة يجب أن تقام على أسس قبل الإعلان عنها؟ بصفتكم ربما ممثلين للحركة الشعبية، هل يمكن أن تقول لنا ما هي الأسس التي اعتمدتها الجزائر حتى انطلقت في هذه المبادرة وأعلنت عنها؟ خصوصا ربما دعني أقول بأنه مباشرة بعد الإعلان عن هذه المبادرة بدأ فريق من الجزائريين بدراسة هذا الملف، وكانت هناك حوارات شهري جانفي وأفريل كل على حدة حتى تم التوفق إلى أساس سليم. تفضل. هي بالتأكيد طبعا أول شيء انطلاق المبادرة بشكل أساسي من فخامة الرئيس، هي جاءت من باب الحرص على إنهاء الانقسام والحرص على توحيد الشعب الفلسطيني باتجاه دعم ومساندة هذا الشعب ومساندة القضية الوطنية الفلسطينية، إدراكا منه لأهمية عنوان إنهاء الانقسام. بالتأكيد ارتكزت هذه المبادرة على الإرث التاريخي والخصية التاريخية للجزائر اتجاه الشعب الفلسطيني، اتجاه القضية الوطنية الفلسطينية، اتجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، كلها هي بنعرف الموقف التاريخي للجزائر الداعم والمساند بلا حدود. هل كانت هناك ربما خارطة طريق معينة قدمتها الجزائر؟ بالتأكيد هي الجزائر سعت بالتنفيذ العملي لهذه المبادرة، نعم، مثل ما طرحت باستضافة الفصائل الفلسطينية كل على حدة من أجل الالتقاء معهم وسماع وجهات النظر والآراء للفصائل كل على حدة، وبعد ذلك التواصل إلى نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق ما بين الفصائل وبعضها البعض، وبنفس الوقت الاستفادة من تجربة الحوارات السابقة. بعد ذلك أقدمت الجزائر على صياغة وثيقة باستخلاصات ما تم خلال الأشهر السابقة من أجل تقديمها ووضعها على طاولة الحوار أمام الفصائل باجتماع الأمس واليوم للتوافق عليها، لأنه في هناك يعني العنوان الجزائر لا تسعى أن يكون هو العنوان عبارة عن تسليم على الأيادي وتوحدنا وصورة جماعية وخرجنا، لا، بدها التنفيذ العملي والتطبيق العملي من خلال خارطة الطريق تضمنت العناوين الاختلاف الأساسية والعناوين اللي فعلا ممكن أن تعبر وترسخ مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية، مثل إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، مثل ما حضرتك قدمت في البداية أنه في الفصائل الحاضرة بالجزائر في هناك فصائل منظمة التحرير وفي هناك فصائل خارج إطار منظمة التحرير، فإذا إحنا بدنا نتحدث في القمة العربية بأنه منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ببرنامج ومشروع سياسي، على الكل الفلسطيني أن يكون منطوي في إطار منظمة التحرير. اليوم في عندنا حركة حماس
الجهاد الإسلامي خارج منظمة التحرير، في آليات لإدخال هذه الفصائل داخل منظمة التحرير عبر انتخابات مجلس وطني فلسطيني وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير على مفاهيم ديمقراطية. الشق الثاني اللي بعد ذلك بيجي عنوان السلطة الفلسطينية والحكومتين، في هناك حكومة برملة وحكومة في غزة، في هناك انتخابات معطلة لما يقرب من 17 عام، ما في انتخابات لا تشريعية ولا رئاسية في الشعب داخل المؤسسات السلطة الفلسطينية وحتى داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. هذا شق إنهاء يعزز الديمقراطية اللي تحدث عنها فخامة الرئيس بإعادة تفعيل وإعادة إحياء الديمقراطية داخل المؤسسات الفلسطينية سواء كسلطة أو كمنظمة تحرير. هذه الآليات اللي ممكن أن نقول تبدأ فيها الخطوات العملية، وهذه بالتأكيد يعني تتطلب من الجزائريين أول حاجة متابعة استكمال هذه الخطوات لاحقا من أجل إنجازها خطوة تلو خطوة عبر آليات يتم التوافق عليها حسب الإمكانيات المتوفرة. لكن مجرد الاتفاق والتوقيع على هذه الوثيقة والتعهد بالالتزام فيها على أرض الجزائر، هذه بالتأكيد راح تكون هي الخطوة وهي البوابة من أجل الدخول في استكمال باقي الإجراءات وباقي آليات إنهاء الاقتصاد. نعم، نواصل حديثنا مع بعضنا والنقاش بعد استماعي إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته للجزائر حول الدور الذي تلعبه الجزائر في إثراء القضية الفلسطينية، ثم نعود. سنواصل العمل من أجل توحيد أرضنا وشعبنا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون جميع القوى المشاركة فيها مؤمنة بالشرعية الدولية. هذا ما نطالب به، وهذا ما نعمل عليه، وهذا ما نتمنى أن نصل إليه. وتداولنا كذلك على أهمية تنسيق المواقف في ظل القمة العربية القادمة التي نتمنى لها النجاح والتوفيق، وأن يلتئم الشمل العربي ليضم الجميع، وهذا ما نأمله، وإن شاء الله سيلتئم شمل الأمة هذه في أرض الجزائر وعلى أرض الجزائر في القمة القادمة. إذن كانت هذه تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته للجزائر ديسمبر الماضي. يسعدني أن يلتحق بنا الدكتور رائد ناجي عبر الهاتف. دكتور أهلا بك. أهلا بكم دكتور، هل أنت في الاستماع؟ نعم. دكتور، هل أنت في الاستماع؟ نعم أسمع جيد. أهلا بك معنا، نحن بصدد نقاش حول اجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر. إذن هي مساعي من أجل تشكيل حكومة وحدة فلسطينية متسمة بالشرعية الدولية وتوحيد الصفوف الفلسطينية في الجزائر، ما هي قراءتكم للحدث؟ طبعا هي القضية الفلسطينية حقيقة تراجعت على المستوى العربي، وتقسمت القضية الفلسطينية حتى استفرد الاحتلال بفلسطين وبتهويد بعض المناطق كالقدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية. فكان نحن بحاجة إلى لم شمل وإعادة القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي، ومن هنا كانت دعوة الجزائر قبيل اجتماع العرس العربي للقمة العربية المنعقدة إن شاء الله التي ستنعقد في أول نوفمبر بتوحيد الصف الفلسطيني حتى نعيد القضية الفلسطينية إلى الحاضنة العربية من جديد، ووقف الاستقطابات داخل الفصائل الفلسطينية لمصالح قوى عربية أو إقليمية، وهذا ما عمق الهوة الفلسطينية. وبالتالي اليوم نحن نحتاج إلى لم شمل فلسطيني قبل لم شمل العربي حتى نستطيع أن نكون جزءا من هذا الجسم العربي، وبالتالي نستطيع إعادة بعث القضية الفلسطينية إلى الواجهة وحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية ضمن المواثيق الدولية، وبالتالي من هنا تكون الانطلاقة بتصالح فلسطيني فلسطيني
من أجل إعادة اللحمة الفلسطينية، وهذا والفرصة صالحة الآن في الجزائر خاصة مع المبادرة الجزائرية، وهي مبادرة ناجحة لحد الآن. ربما دكتور أنت تحدثت عن الشق الخاص بالجانب العربي في ظل انتعاش الدبلوماسية الجزائرية وعودتها ربما للساحة العالمية دبلوماسيا، هل ترون بأن الجزائر لها تأثير ومخرجات هذا الاجتماع الإيجابية بإمكانها أن تقدم دفعة للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي؟ طبعا هي الجزائر الدبلوماسية الجزائرية ليس من اليوم، بل لها مسار طويل وحافل بالمرافعة من أجل القضية الفلسطينية على سواء على المستوى العربي أو الإقليمي مثل الاتحاد الإفريقي أو مؤتمر عدم الانحياز قمت عدم الانحياز، أو حتى على القضايا الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة، ومؤخرا نرى طلب الجزائر بإعادة فلسطين إلى الأمم المتحدة ليس بصفة مراقب وإنما بعضوية كاملة. هذا يؤكد أن الدبلوماسية الجزائرية دائما ترافع وتسير إلى جانب القضية الفلسطينية. شكرا لك دكتور رائد ناجي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ حمزة، ربما يتوصل حديثنا ربما إنهاء الانقسام الحاصل وتطبيق بنود المصالحة من خلال الاتفاق عن خطة عمل تتجسد على أرض الواقع قبل القمة العربية في ظل وجود مخاوف في وقت ترفع الجزائر التحدي لتجاوز فشل الاتفاق هذه المرة، هل بإمكان الجزائر الوصول إلى هذا الهدف في رأيكم؟ هل بإمكان الجزائر؟ الجزائر نفسياً مقبولة لدى كل الأطراف الفلسطينية ما عليها أي تحفظ، وبالتالي الجزائر هي الوحيدة القادرة عمليا على الوصول إلى هذا الهدف، لأن الكل يعلم أن الجزائر ما هيش ما عندهاش أجندات خارجية وما عندهاش أهداف خاصة للوصول، هذا مصلحتها أن يتفق الفلسطينيين، وهذا سبب كافي من أجل أن يكون الفلسطينيون صادقون للوصول إلى هدف بدون أي تخوفات خارجية. اثنين، الجزائر هي في محور حركات التحرر العالمية رغم أنها دولة ومستقلة من كم سنة، منذ أكثر من 60 سنة، إلا أنه الجزائر ما زالت تعتبر رائدة حركات التحرر في العالم. نعم. وبالتالي الطبيعي جداً أن الجزائر تكون راعية لهذا الحوار وأن تعمل على تحقيقه، والناس كلها تعمل على إنجاحه مع الجزائر. مثل ما حكيت، الجزائر إذا اهتمت بالمرحلة أو بالفترة الزمنية فهي مؤتمر القمة، اهتمت أن يكون هناك مؤتمر قمة، أن يكون الجزائريين متفقون على شيء محدد قبل انعقاد المؤتمر، مش مهم الأشخاص أنه تبدأ تتشكل هياكل هذا الاتفاق، أن يصلوا للاتفاق للحضور والدخول في ما اجتماعات الجامعة العربية، ما حداش يجي يقول والله الفلسطينيين مش متفقين. صح. كعادة البعض يعني أرادت أن تسقط هذه الحجة بالضبط التي هذه الحجة، وأن تكون فلسطين تعود فلسطين إلى اهتمام القضايا العربية كما كانت القضية المركزية الأولى في الوطن العربي أو في كل القضايا العربية. هذا ما أعلنته أيضا الجزائر، أن تعود فلسطين كمحور للقضايا العربية ومركزية القضايا العربية. بالتالي يعني الجزائر سؤال غريب، والله للجزائر ممكن مين إذا غير الجزائر؟ صحيح. يعني الغريب أن يكون العكس. يعني أما أن تكون الجزائر فهو موضوع طبيعي، هي الوحيدة. ربما هي مسلمة لا تحتاج. هي الأكثر مؤهلة وأكثر بحاجة مسلم فيها أن تكون الجزائر هذا الدور للجزائر. صحيح. ربما أستاذ أبو هلال أعود إليك، في ظل التغير الجيوستراتيجي والجيوسياسي في العالم موازين القوى بدأت تختلف،
فلسطين اليوم أمام فرصة من أجل إعادة التواجد بقوة على الصعيد الدولي، هل يمكن أن نقول بأنها فرصة مناسبة يجب استغلالها من أجل إعادة بعث القضية وإعطائها نفسا جديدا ربما تندفع به إلى الأمام؟ وطبعا بالتأكيد، يعني إحنا على مدار السنوات الماضية قضيتنا الوطنية الفلسطينية مثل الكثير من القضايا المنتشرة عبر الكرة الأرضية اللي عانت والتي من سياسة نعتبرها قضايا عادلة اللي عانت من سياسة القطب الواحد والتحكم والاستفراد حتى بالقرارات الدولية، يمكن اليوم أصبحت في هناك بعض التوازنات الجديدة أصبحت اللي ممكن أن تخل بموضوع التحكم الفردي والقطب الواحد على مستوى العالم. بنفس الوقت في هناك بعض المتغيرات يعني اللي أصبحت بتحدث مثل ما تفضلت إقليميا وعالميا اللي ممكن أن تكون فرصة لتغيير بعض المواقف الداعمة والمساندة للقضية الوطنية الفلسطينية وللحق الشعب الفلسطيني. بالتأكيد هذه تتطلب مجهود، والمجهود الفلسطيني وحده لا يكفي بدون دعم ومساندة من قبل الأشقاء العرب ومن قبل حتى بعض الدول الصديقة والمساندة للحق الفلسطيني والحق العربي بفلسطين. فبالتأكيد هذا بيجي دور الدبلوماسية الجزائرية عربيا وإقليميا وعالميا، ونحن بالتأكيد نعاول ونراهن على هذا الشيء كثيرا، وممكن أن نلتمس يعني أن نلمس عفوا في أشهر أو الأيام القادمة بعض الإنجازات في هذا الاتجاه. ربما هي بوادر خير هي تنطبع عليك وعلى وجهك، ويمكن أن نقول بأنها ربما باب ينفتح على المشاورات ويمكن أن تذهب بإذن الله إلى ما هو إيجابي ويخدم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عموما. أستاذ حمزة، ربما الحديث متواصل مع بعضنا، سبق وقلت عفوا وتحدثت عن مجموعة تهجمات عن القضية من بين أو على المبادرة التي أطلقتها الجزائر، من بين الذي قيل عن مبادرة الجزائر بأنها مجرد خطاب عام هدفه إظهار الجزائر في صورة الطرف المهتم بالملف الفلسطيني، كما قيل أيضا بأن الجزائر بعيدة كليا عن الملف الفلسطيني ولا تمتلك أي تأثير مباشر في المشهد الفلسطيني سياسيا أو ماليا، وحتى أنها وصفت بالمجاملات السياسية. يعني أنا قلت أخي ومديش أظل نعيد نفس الكلام، ما فيش أي مجاملات، اللي بقرأ التاريخ وبتابع مواقف الجزائر بعرف أنه هذا الحكي لا أساس له من الصحة. هذا اللي بيحكيه واحد لم يطلع على التاريخ أو لم يقرأ التاريخ، أو هاي جملة ممكن يحكيها واحد مع أميين في السياسة أو في الخطاب الديني. يعني الجزائر بخذها زي ما حكينا، هي جزء من عقيدته. إذن ما السر ربما هذه التهجمات؟ هاي من يخدم الولايات المتحدة والصهيونية العالمية طبيعي أن يكون من مصلحته، ما فيش مصلحة وطنية أو قومية تطرأ إلها علاقة بهذا الموضوع. سوى هاي الدعاءات إلها علاقة بالصهاينة والإمبريالية العالمية. هنا أريد أن أقول ماذا عانينا من فترة كفلسطينيين. صفقة القرن لم تنتهي يا أخي اللي أعلنها ترامب، خاصة أنه اعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونحن نواجه منذ البداية، وعندما أعلنت الانتخابات الماضية أردنا أن نعمل انتخابات، إحنا بدنا صندوق انتخاب واحد في القدس، لأنه بمجرد وجود صندوق انتخاب في القدس معناها سقوط الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. أن يكون هناك صندوق بالقدس معناه أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين. احنا كلنا متفقين على الانتخابات هي الحل الأساسي لكثير من الأزمات والمشاكل، لكن لما نصل للقدس نعملها بدون القدس مثلا؟ صحيح. يجب أن نتمسك بالقدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني، وأيضا كما قالت خليدة ثومة وزارة الثقافة
وزيرة الثقافة الأسبق قالت إنه القدس العاصمة الأبدية للثقافة العربية والإسلامية، يعني شيء زي هيك حكت منذ سنوات. نحن نتمسك بهذا، ومن هنا تمسكنا بالانتخابات في القدس، ونقولها الآن بمناسبة الحوار أنه تمسكنا بالانتخاب هو تمسكنا بإسقاط صفقة القرن، واللي احنا بدنا نوجهها للكيان الصهيوني والإمبريالية ونخليها صفعة القرن. نعم، هو واضح، وربما وهو ما يمكن أن نقول عليه بأنه تقرير المصير على أرض الواقع فعليا. أعود إليك أستاذ أبو هلال، ربما الهدف الأساسي هو خدمة فلسطين، كما أن ربما القمة العربية المنتظرة ستلعب دورا أساسيا. ما هو المنتظر من القمة العربية حتى تقدمه لفلسطين؟ هو طبعا بالتأكيد يعني المنتظر من القمة العربية أشياء كثيرة. أولا تأكيد الجديد أو تأكيد من جديد للموقف العربي الثابت اتجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة وعاصمة القدس الشريف. إحقاق وتحقيق هذا العنوان يتطلب مجهود مش بيكون فقط من الجزائر، من الكل العربي وكل المؤسسات الدول العربية بإمكانها أن تؤثر فيها وتكون وسائل ضغط من خلالها إقليميا ودوليا من أجل الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالعنوان الفلسطيني وبالحق الفلسطيني. الجانب الثاني هو الدعم، عودة الدعم إضافة للدعم السياسي، عودة الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني. الجزائر على مدار السنوات الماضية هي الدولة العربية الوحيدة الملتزمة بتقديم الدعم الاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني، في هناك الكثير من القضايا المعلقة، إعادة الإعمار على سبيل المثال في قطاع غزة بعد الحروب السنوات الأخيرة، ما زال لغاية الآن معطل بسبب الانقسام وتداعيات الانقسام. فبالتأكيد المطلوب عربيا أن تعود القضية الفلسطينية مثل ما تحدث الرئيس عبد المجيد تبون، هي جوهر وأساس الاهتمام العربي المشترك والموحد. نأمل أن يتم تحقيق ذلك. فهناك العديد من القضايا اللي أخذت فيها قرارات في قمم عربية سابقة، ولكن للأسف يعني كلها دخلت الثلاجة والبعض منها تم تجاوزه. يعني في هناك بعض القرارات العربية اللي اتخذت عبر قمم عربية سابقة ولكن تم تجاوزه من قبل بعض الدول العربية. بنتمنى يكون في هناك وقفة شاملة وإعادة تقييم للدور العربي تجاه القضية الوطنية الفلسطينية بدعمه ومساندته لها وموقفه منها، والخروج بقرارات واضحة وقابلة للتنفيذ عربيا. واضح جدا. أستاذ حمزة، ربما لم يبقى لدينا من الوقت الكثير، اليوم القمة العربية في الجزائر، الأستاذ أبو هلال قدم مجموعة نقاط بإمكان القمة أن تضيفها، كيف ستطرح فلسطين أو الجزائر القضية الفلسطينية على الدول العربية هذه المرة، خصوصا وأنها هي من تحتضن القمة؟ يعني كيف ستطرح الجزائر هذا؟ الجزائر ده تجيب عليه بس، لكن احنا نتوقع أن تطرح الجزائر كعادتها أن تعيد اهتمام العرب بالقضية زي ما حكيت من أول، أن تعمل على أن تلتزم الدول العربية بما اتفقت عليه في المؤتمرات السابقة من إعمار غزة ومن دعم القدس. هناك الآن زي ما حكيت في السابق العدو الصهيوني مستغول على القدس بالمستوطنين بترسانته من الأسلحة بجيشه بشرطته، الآن مستغولين على المسجد الأقصى، ومن هون بقول للجميع الأقصى في خطر. الجزائر يجب أن تلعب دور في لم العرب لإنقاذ الأقصى. نحن لا ينقصنا الناس من أجل مقاومة العدو، نحن قاعدين بيقاوموا الناس عندنا بدون بأجسادهم،
بدون أي سلاح. بنقصنا يعني الوسائل الأساسية لاستمرار الحساسيات، وهذا مسؤولية العرب جميعا، مش مسؤولية واحد لحاله، ومش مسؤوليتنا عن حالنا، هاي مسؤولية إسلامية وعربية شاملة. إذا كان هناك من هو في الخط الأمامي فيجب أن يكون هناك دعم لوجستي من كل العرب وكل المسلمين، لا أقول العرب وحدهم، أيضا المسلمين. الأقصى للجميع، القدس عاصمة عربية. لا إحنا كفلسطينيين قديش حجمها القدس، لكن حجمها على الأرض وعلى الخارطة شيء ومعنى، والحجمها المعنوي شيء آخر، شيء بحجم المليار ونصف مسلم وبحجم 450 مليون عربي، هذا ما تعني القدس. العرب بمسلميهم ومسيحيهم، والمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أحاديثه قال أسرجوا له عن المسجد الأقصى، أسرجوا يعني خلوه شاعل، وهذا الدور أعتقد بدون ما نطلب من الجزائر، الجزائر راح تلعب. وهو كذلك ربما اليوم القضية الفلسطينية هي قضية الجميع، والشعب الفلسطيني يعاني في صمت. اليوم القضية الفلسطينية هي في أمس الحاجة إلى توافق كبير، توافق بين الفصائل الفلسطينية، توافق بين البلدان العربية، وهو المسعى الذي تسعى إليه الجزائر اليوم، أولاً وبداية بتوحيد الصفوف الفلسطينية وجميع الفصائل، وانتظار مخرجات بإمكانها أن تضع ورقة طريق وخطة يمكن تطبيقها على أرض الواقع من أجل حكومة موحدة، ومن أجل فلسطين موحدة، ومن أجل إعلاء راية فلسطين انطلاقاً من الجزائر على غرار ما كان على طوال التاريخ. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام عددنا لنهار اليوم، نضرب لكم مواعيد لاحقة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.